هي أربع سحارات بندورة غيره. خدهم على السيارة بمعيتك. وبدي سحارة فاصوليا وسحارة باذنجان. يلا لشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لمعي. يعطيكي العافية. الله يعافيك يا ابني. مبكرة اليوم. بدي لحق أطبخ قبل ما تيجي الناس. ليك جيب لي كاسة شاي وكاسة للست مريم كمان. بتشكرك، يسلموا إيديك، كلك ذوق. بس بكرة أنا اللي بدي ضيفك. ولا يهمك. بعتذر منك، أنا غلطت، عن جد أنا آسف. فاطمة، أنا مبارح مدري شو صار لي، كل ما بتجيبي سيرة هالزلمة بيطلع خلقي. أنا بحبك، مو بإيدي، بغار عليك كتير، شو ساوي؟ مشان هيك عصبت كتير مبارح. أنت حبيت تجرحني وبس. هلا هذا اللي طلع معك يا فاطمة؟ ايه، عملت امبارح. بتحاول تجرحني بكل الطرق. رجعنا من الاول. ايه بلشنا. خلصنا. ما بيصير انت تحكي يلي بدك اياه وتسكتني الي، ما دام بلشنا منكمل. انت بتتحسسي من موضوع مصطفى، ولما حدا بيحكي عنه بالعاطل ابدا ما بتسمحي له. مصطفى بالنسبة لإلي انتهى، وقلت له هذا الشيء بوشه كريم. ماني مضطرة أقنعك بهالشي، بتحب تصدق ما بتحب تصطفل. نحن ربينا مع بعض بالضيعة من وقت اللي كنا أولاد صغار. كنت بفكرة أنه علاقتنا راح تدوم، وعشت أحلم بهذا اليوم اللي راح يجمعنا. ما بنكر أنه غلط معي وأزهني كتير، بس ما تنسى كمان أنه كان حب حياتي من أنا وصغيرة، وحتى لو انتهى كل شي بيناتنا ما فيني أنسى الماضي. بكفي، ما عاد بدي أسمع سيرة هالزلمة. لما حكيت عن كريستين سمعتك، كنت اسمعك وانت عم تحكي عنها، وكنت تحكي معها على التليفون وتاخذوا راحتكم بالحكي قدامي، ونزلتني بالاوتيل اللي نزلت فيه انت وياها، اخذتني لعندها وعرفتني عليها، وانا ما حكيت شي وقتها، وقعدتني معها على نفس الطاوله، وشفتكم بعيني وانتم عم تتباوسوا، وما فتحت تمي معك ابدا. لا تكوني عم تغاري علي. لا، هي مو غيره ابدا. لا، بلا غيرة. غلطان، ذكرتني مصطفى وأنا ذكرتك بكريستين. لك حاجة تخبي. بعدين أنا انبسطت كتير من هالشي. أنا عم وضح لك رأيي بموضوع معين، فما في داعي تعطي كلامي معنى تاني. بعدين ليش بتغاري عليك يعني؟